قابلت المرشد العام للإخوان المسلمين، طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح. وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بامر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. وانا في رايي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ انت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ اذا كنت انت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل نلبس 10 مليون طرح في البلد نفسك؟